تعرف إني بقدر أعمل أي نوع من الآيس كريم؟ شو؟ شوكولا، فانيلا ومانجا، أي شي بدك. دوق طعم كتير طيب، لذيذ كتير. رح خبرك كيف نعمل الآيس كريم. بدي خبرك سر. اختبروا سر بيبي روسلر لصنع الآيس كريم الطيب بأي طعم بدكن يا وكل يوم. نايس آيس. سيدتي سيدتي، مثل ما شفتوا جربنا الآيس كريم اللذيذ، ووعدنا بيبي روسلر إنه يفرجينا كيف منعملها. كيف بتعملها؟ أكيد في اسم واحد بنذكره لما بنحكي عن البوزة الشهية، وهو النايس آيس. هي بوزة شهية بطريقة سرية. تعرف ليش؟ لأنه باستخدام هايدي الآلي راح تكون قادر على صنع البوزة الشهية باستخدام مكونات طبيعية 100%. إذا بدكن تعملوا آيس كريم على فراولة بس بتجيبوا فراولة تيزة، وإذا بدكن إياها بالحليب بنجيب حليب تيزة أو قشطة، وإذا بدكن آيس كريم باللبن بس بتحطوا شوية لبن معهم. الشيء اللي ما منحبه هو كل أنواع المواد الكيماوية، وفي 30 40 50 طعم مختلفة، وكل هالشي ممكن جدا مع الآلي. وبتعرفوا شو الموضوع المهم كمان؟ إنه هالآلي فيها محرك مميز اللي بيتحرك بالاتجاهين. لما بيصير الآيس كريم كثيف بيتحرك بشكل معاكس بشكل تلقائي. رح فرجيك كيف بيتبدل الاتجاه الثاني. بتعرفوا شو هاي؟ هاي دي آيس كريم بالبنانة ومصنوعة من البنانة الطبيعية. وإذا كنت بتحب سميكة شوي فيك تحركها تعمل لوقت أكبر بشوي. شو بدك النكهة؟ فراولة؟ مثل ما قلت قبل شوي منجيب فراولة تيزة وبتضيف شو ما بدك عليها. حلو كتير. رح ضيف الكمية المناسبة من الفواكه. عم حطي كتير لأنه بيصير أطيب، وبعدين بضيف الحليب للخليط. نايس آيس بيضمن لكم آيس كريم لذيذ. رح نشوف هلأ منضيف شوية سكر أو أي نوع من المخليات الصناعية ونخلطها سوا. فينا نستخدم هالجهاز باستخدام أي أدوات عندك للطبخ متوفرة بالبيت. إذا بدك قطع فواكه بالآيس كريم وقف الخلط هلأ. نحن هون محتاجين لعلبة معزولة بنحطها بالتلاجة على طول. جيب لي إياها هلأ إذا بدك. يلا. هاي العلبة بتحتوي على 300 ملليمتر، يعني بقدر أعمل ربع لتر من الآيس كريم اللذيذ الطبيعي، وهيدا بفضل السطح المضاعف لأنه بتحفظ البرودة بالداخل، يعني بتقدر تستخدمها لمدة ساعة. هلأ منضيف أداة للتحريك ومنحط المحرك بالنص لحتى تشعر بكبسه، وهلأ منكبس هاون. نايس آيس. قوموا بتحضير أفضل أنواع الآيس كريم. قوموا بتحضير أفضل أنواع الآيس كريم، والأفضل من هيك تذوقوا الآيس كريم الطبيعي والطازج اللي بيناسب ذوقكم الخاص بأي وقت. خلال 20 دقيقة بس بتكون جاهزة. نايس آيس. بعد آلية صنع الآيس كريم شكلها غريب كتير. شوفوا هايدي كبيرة فعلا. وهلأ بسأل حالي شو الحاجة لهدول العلبتين من الآيس كريم بنفس الطعم؟ أنا بدي أكتر من نكهة ورا بعض. نايس آيس مش كبير كتير ولا صغير كتير، ولا في أي نوع من التعقيد. هيدا جهاز بسيط وبيشتغل بشكل فعال، وبيعمل بجد آيس كريم لذيذ وشهي 100%. ما تنخدعوا بالمواد الكيماوية اللي بتستخدم بتصنيع الآيس كريم، ولا بحاجة للمزيد من الأجهزة اللي بتخليك تعمل كميات كبيرة من نفس النكهة. فيكن هلأ تعملوا أشهى أنواع الآيس كريم بكميات صغيرة باستخدام مكونات طازجة وطبيعية بعشرين دقيقة بس وبأي وقت من السنة. نايس آيس صانعة الآيس كريم الشهية بعشرين دقيقة، وبيجي معها حافظات ملونة رائعة. نايس آيس. هيدا الجهاز بيشتغل بأي وقت وبأي مكان. بخبركن ليش؟ لما بستخدم هاي الملعقة بقدر اضغط على المحرك فبيتحرك بالاتجاه المعاكس، وهيدا شي كتير رائع وهو فعلا الأول بالعالم. نايس آيس هو الأفضل لصنع الآيس كريم لأنه السطح المضاعف بيبقى بارد لحوالي ساعة، منشان هيك البرودة بتتوزع بشكل متساوي على الآيس كريم الموجود جوات العلبة. هيك بيتم صنع الآيس كريم اللذيذ. لما بيصير المزيج سميك لدرجة معينة بتقوم أداة التحريك بالتحرك بالاتجاه المعاكس. هيدا متوفر بس بنايس آيس. نايس آيس. من شوي قلت بدي قطع فواكه. شوفوا باخد كم قطعة وبحطهم هون. شو رأيكم؟ فيكن تشتروا هيك آيس كريم من أي مكان؟ حتى لو لا كان لا مكان لا. انت بتفضله كتير. صناعة الآيس كريم عمل بيجيب ملايين، بس شوف وقرأ على شو بتحتوي في قاعدة ذهبية بالمطبخ، وهي انه لازم الأدوات تكون ناسبة والمكونات تكون ناسبة كمان. شوف كنت عم تشتغل لوقت قليل وهلأ حصلنا على آيس كريم بقطع الفواكه، بس رح نتركها لتتحرك كمان شوي. فرجيني. شوف أنا ما عندي كتير وقت وبدي فرجيك أكتر من نوع آيس كريم. اللي هلأ أنت شو بدك نوع الآيس كريم؟ ها؟ أنا؟ أنا بدي شوكولا. بدك شوكولات آيس كريم. بتحتاج لعلبة آيس كريم جديدة لأني رح احتاجها على فضل. وهلأ عندي علبة. قلت بدك آيس كريم بالشوكولا. طيب أولا منحط شوية كريمة ومنضيف مسحوق الشوكولا.
تحضير تماما بيشبه تحضير الايس كريم بالقهوة. وهلا اذا بدك يكون طعمه حلو بس لازم تضيف شوية سكر، واذا بدك طعمه حامض فيك تضيف شوية خل. فيك تحضر الايس كريم بالطريقة اللي بدك اياها، بس المكون السري اللي بحب اضافته انا هو الكريمة، وهي افضل واغلى المكونات بهاي الآلة اللي بتضمن تحضير افضل انواع الايس كريم وارخصها. نايس آيس. اختبروا طعمة أكتر الفواكه اللي بتحبوها والتوزجي تماما من غير أي نوع من الإضافات الكيماوية. جربوا كل يوم نكهة جديدة ورح تندهشوا من الاحتمالات الكتيرة. كل يوم آيس كريم طازج أكيد، بس بغضون 20 دقيقة. نايس آيس. وهلأ بمجرد كبسة واحدة بإمكانكم صناعة أشهى أنواع الآيس كريم أو المشروبات المثلجة الطازجة، وما عليكم إلا وضع المكونات الطازجة بالعلب المبردة، وبعد دقائق بتكون جاهزة للأكل. كل اللي بتحلموا فيه بيكون جاهز بغمضة عين وبمواد طبيعية تماما باستخدام نايس آيس، صانعة الآيس كريم المنزلية بعشرين دقيقة. مشان تحضروا الآيس كريم الطازج والطبيعي بعشرين دقيقة بس وإنت ما بتكون وبالطريقة اللي بتحبوها كل أيام السنة، ما لكم غير نايس آيس، صانعة الآيس كريم المدهشة بعشرين دقيقة. نايس آيس هي أفضل لصنع الآيس كريم الممتاز، لأنه السطح المضاعف بيضل بارد تقريبا مدة ساعة كاملة، وبسبب أداة التحريك بتتوزع البرودة بالتساوي على الآيس كريم الموجود جوات العلبة. وهيك منكون صنعنا آيس كريم رائع. يمي. بالحقيقة أنا اشتريت هيدي الآلة لحفيدتي، بس أنا هلأ عم حضر فيها الآيس كريم لإلي، وعنا المزيد دايما. منقدم لكم كتيب الوصفات اللي فيه أفكار رائعة لآيس كريم شهي، وبيتضمن كمان جهاز مجانا. لا تحصلوا على سعادة الآيس كريم، اطلبوا هلا. اتصلوا بالرقم يلي عم بتشوفوه على شاشتكم واطلبوا هلا. نحن بانتظار اتصالاتكم 24 ساعة يوميا، وهالعرض التلفزيوني هو فرصتكم الوحيدة للحصول عليها بهالسعر الضئيل. الكميات محدودة، شو ناطرين؟ اتصلوا هلأ واحصلوا على هالسلعة الرائعة. اتصلوا هلأ أو زورونا على موقعنا على الإنترنت www.tvmarket.com. نايس آيس. بدنا إياكم تكونوا فرحانين مثلي أنا تماما. شو اختيارك التالت لنكهة الآيس كريم؟ شي تاني بدي إياه بالفانيلا. كل اللي بتحتاجه هو إنك تجيب العلبة المبردة من الثلاجة. أنا رح جيبها طبعا هوس. وهلأ رح أبدأ بتحضير المكونات. شوفها. شوف السر بالعملية. في سر. هو هيدا الكاس البارد والعميق. شو اللي بدك تضيفه هلأ؟ الحليب أو الكريمة بالاعتماد على اللي بدك تحضره، ولإضافة بعض اللون بدون استخدام لونات صناعية. استخدم صفار بيضتين رح ضيفهم طعم الفانيلا الطبيعي. فيكن تحددوا المقادير بأنفسكم بالبيت، لكن بشكل عام ملعقتين أو ثلاثة بتكفي. من شان آيس كريم الفانيلا اللذيذة هايدي، أنا بنصح باستخدام زهرة الفانيلا الأرضية. هيك هاي أكتر أنواع الفانيلا الطبيعية عنا، وهيك المواد اللي بتحطها تازة، والآيس كريم عندك محضر بأقل التكاليف الممكنة، لأنه بالمقارنة مع كرة وحدة من الآيس كريم برات البيت شوف قديش عم توفر. قوموا بتحضير أشهى أنواع الآيس كريم بتنوع أكتر من أي مكان تاني، وأكيد أفضل من محل الآيس كريم يلي حد بيتكن، وبغضون 20 دقيقة بس، بسيطة جدا وشهية كتير. نايس آيس. أداة التحريك هون موجودة بنص الجهاز، والخطة اللي بعدها هي وضع المحرك بالأعلى ويدار الرأس لليسار، وبعدين بنضغط وبنخلي الجهاز يشتغل. خلص صار عنا آيس كريم ممتاز، وصار عنا صانعة آيس كريم ممتازة. نايس آيس. لا تنخدعوا بالمواد الكيماوية اللي بيستخدموها بتصنيع الآيس كريم، ولا هاد في حاجة للأجهزة اللي بتخليك تعمل كميات كبيرة من النكهة نفسها. هلأ فيكن تقوموا بصنع أشهى أنواع الآيس كريم وبكميات صغيرة باستخدام مكونات طازجة وطبيعية كتير. نايس آيس هي الوحيدة اللي بتغير اتجاه الحركة أثناء الخلط وبشكل أوتوماتيكي وبعشرين دقيقة بس، وكمان طول أيام السنة بدون أي مكونات صناعية. نايس آيس، صانعة الآيس كريم بعشرين دقيقة بس، وبيجي معها هاي الكؤوس الملونة. خليك معي دقيقة. هلأ شوف المحرك هون بيشتغل باتجاه معين بعد ما نضغط الزر، لكن إذا ضغطنا مرة تاني بيتحرك بالاتجاه المعاكس. هيدا يعني إنه بيتحرك من اليمين لليسار، ومرة تاني من اليسار لليمين، وما في حاجة ابقى وراقبه لأنه محمي. بالنسبة للأطفال الأمر بسيط جدا، ورح نحضر آيس كريم رائع. إذا ما صدقتني شوف، رح حضر آيس كريم بالكيوي. نحنا مش بحاجة لأي لون أخضر أو مكون صناعي تاني، وما على
علينا إلا نضيف الكيوي. رح ضل حط المزيد من الفواكه للمزيد من النكهات، 50% منها فواكه، وفينا نضيف الحليب الخالي من اللاكتوز أو حليب الصويا لنحصل على آيس كريم خالي من اللاكتوز. هاي الأشياء ما فيك تشتريها من أي مكان. بإمكانك تحضر آيس كريم لماردا سكري حسب المقادير المتعلقة بالكربوهيدرات. تخدم دايما المكونات الطبيعية. وهلا بخبرك شيء، بالمرة الجاية اللي بتروح فيها لمحل آيس كريم إيطالي رح تشوف الآيس كريم بطعم الكيوي لونه أخضر غامق مش هيك، أما الآيس كريم التازة بالكيوي بيكون لونه أخضر فاتح وبذور الكيوي فيها حتى. وهلأ حضر أداة التحريك وحطها بالنص، وبعدين حط عليها الغطا، دورها لليمين واضغط زر التشغيل. المحرك هون ما في أي صوت، هاي الآلة ممتازة لصنع الآيس كريم، بالإضافة لأنها بتصلح لخلط الفواكه والشوكولا والزبادي أو أي شيء تاني بدكن تضيفوه. ما فيها مواد كيماوية، طبيعية 100%. بتوفر لكم نايس آيس الآيس كريم كل يوم بأطيب النكهات اللي بتحبوها، نكهة جديدة كل يوم. استمتعوا بالآيس كريم الطازج بأي وقت. 20 دقيقة بس. نايس آيس فعلاً شهية كتير. تعالوا نشوف كل شي حضرناه لهلأ بهالوقت القصير. بيبي شوف كل هيدا رائع فعلاً هورست، شوف كل هالآيس كريم الرائع والشهي والطبيعي بنكهة الفراولة، نكهة الشوكولا. مش بحاجة لنحكي كتير لأنه هالآلة بتشرح نفسها. وهلأ رح نسلط الضوء على هاي، هيك لازم يكون الآيس كريم بنكهة الفانيلا، لازم تكون كريمة وتدوب تحت لسان. شكراً لإلك، شوف كيف ببين الآيس كريم بالكيوي، هيدا كتير رائع وبيصير بسرعة كبيرة. كل آيس كريم عم تطلع أطيب من اللي قبلها لأنك بتعرف إنها طبيعية 100% وبدون مواد كيماوية. يلا امسكوا هواتفكن واتصلوا فينا هلأ واطلبوا صناعة الآيس كريم نايس لتحضير أفخر أنواع الآيس كريم. عندي شيء تاني هورست، هودي بيجوا مع الآلي. هودي بيجوا مع الآلي، 1 2 3 3 أكواب حلوة للقياس. اتصلوا واطلبوها هلأ، اسألوا المتخصصين، عنا مجموعة متكاملة وعنا مفاجأة رائعة تاني محضر لكم إياها. مسكوا هواتفكم واطلبوا هلأ بسرعة. خلينا ناكل آيس كريم. يلا ناكل آيس كريم. اتصلوا بالرقم يلي عم بتشوفوه على شاشتكم واطلبوه هلأ، نحن بانتظار اتصالاتكم 24 ساعة يوميا، وهالعرض التلفزيوني هو فرصتكم الوحيدة للحصول عليها بهالسعر الضئيل. الكميات محدودة، شو ناطرين؟ اتصلوا هلأ واحصلوا على هالسلعة الرائعة. اتصلوا هلأ أو زورونا على موقعنا على الانترنت www.tvmarket.com.